أثار مقطع مصور لقيام شخص بطرد والدته من منزله أثار ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأنه طلب من أخيه أن يصور المقطع. هاي بنا طردها وحافية وهاي غرابة ذابين بالدعاء. صورت صورت زين. هاي أيه. يلا إن على أبوك لا حتى أمك يلا خذها. روح. يلا عاد انشرها على الفيس. ناشطون زاروا منزل الأخ الثاني الذي تكفل بهذه الوالدة المطرودة من منزل ابنها الأول الذي شاهدتم حالها قبل قليل. طبعا هؤلاء الناشطون زاروا منزل ابنها الذي استضافها أو الذي أخذ إلى منزله في محاولة منهم لتقديم المساعدة لها، لكنه رفض استلام أي مساعدة منهم، وكذلك رفضت المرأة التي تعاني من أثار نفسية بسبب الحادثة، رفضت الحديث لمن زار ابنها الذي تكفل بها. والحمد لله وشكر بوجود الناس الطيبين اللي في المنطقة وصلنا لبيت الحجية ووصلنا لابنها الأكبر وقدرنا نوصل لابنها الأصغر اللي هي الحجية هسه حاليا ببيته. الحجية هي تشوف أبو محمد بصحة جيدة والحمد لله والشكر ومرتاحة بمكانها وأي شيء ما بيها. احنا فريق من الواقع الإنساني تكفلنا بكل تفاصيل الحجية وكل أمورها وتكفلنا بها وردنا ناخذها، بس ابنها الأصغر اللي هو سيد علي امتنع من أخذ أمه، قال الحجية تبقى هنا وأنا أمه غصبا عليها متحمل كل مسؤوليته ومتحمل أموره. والحمد لله والشكر سيد علي ما قصروا يا والدته، والحجية مثل ما تشوفوها هي حاليا بصحة جيدة.